واش الدراري، السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. كنتمنى الخوت تكونوا كاملين مزيان وانتم تتفرجوا في هذا الفيديو. قبل نبدا الفيديو الدراري ما تنساوش من لايكات ديالكم سبسكرايب اللي ما كنديرو تبدا سبسكرايب وتبارطاجي مع صحابك اللي عجبك الفيديو. خلينا نشوفكم هذا تحت الدراري كتقراهم كاملين وكنجاوب عليهم. قبل نبدا الفيديو الدراري بغيت نقول لكم شكرا بزاف على السيبور ديالكم في الفيديو اللي فات. فريمون الدراري شي حاجه ما يمكنش نسوى لي لايك ديالكم الدراري ولي كومنت ديالكم الدراري. Thank you so much الدراري. وكيما فرقعتو الدراري في الفيديو خليتونا الكومنت ديالكم، جبت لكم اليوم كيف ما طلبتو الدراري في الكومنت، قلت لكم النسخ اللي بغيتو نجيبو لكم جاهزة. أغلبية طلب هاد النسخ هادي، سمارت غوست و سمارت دراغون و غارينا سمارت، هادو هما النسخ الدراري اللي طلبتو. جبت لكم كاملين باش تا واحد ما يقول لي علاش مجبتيش هاد النسخة ولا مجبتيش هاد النسخة. النسخ الآخرين راه كاين اللي النسخ ديالو مقدرتش نحطها و داكشي. سو نبداو الخوت كيما باش تشوفو هنا، غنبداو مثلا بسمارت كوست، يعني عادية غدير انستول انستول مثلا اكسبت انستول. مكاينش شي واحد دابا مشعرفش انستول سمارت كاكا البيسي، كدير انستول وكتنستول عادية كيما كتشوفو، داكشي ايزي. سمارت دراغون تا هي كيما كتعرفو الخوت، نيكست 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 انستول عادية. غارينا سمارت تا هي عادية، يعني الخوت اللي مبغاش كلشي غتلقاو في الديسكريبشن، كل شيء موجود، كل شيء سمحوا لي دريلك كندوب شويه بحال هكا راه اللي دار. وشوش سنصور لكم مع الليل الدراري باش غدا نقدر نحط لكم فيديو مع الصباح. صور اول حاجه دابا الخوت غادي ندخلوا للسمارت غوست نشوفوا كيفاش دايره ديك اللعيبه. نتوما عارفين سمارت غوست كيفاش دايره، كيفاش كتدخل معانا دغيا الدراري. ناضي هاد النسخه هادي كيما تشوفو هاي في فاير هادي و الرام كلين اب ديالها. غندخلو لها خوت بحال هاكا نجربو و نتيستيوها. نطلعو الاف بي اس، كيما تشوفو الخوت الدغيات تدخل، مكاينش مشكل ديال بلاك سكرين ولا اي باش، يعني ايزي ايزي ايزي. الا مبغيتيش انصطاليها ولا معجباتكش، يعني داكشي خفيف الدري. نمشيو دابا النسخة التانية ديالنا و نمشيو دابا لعند سمارت دراغون الخوت. غادي ندخلو ليها بهاد الشكل هادي، تا هي كيما تتعرفو نسخة واعرة بزاف. غادي تدخل معايا الخوت خفيفة 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 هاد النسخة بزاف ميمكنش. صوا هنا دخلنا الخوت لسمارت كاكا دراغون، كاين هاد البرنامج ديالها ديال بوستر بلاس. نصيحة قبل ما تدخل فري فاير تدخل لي ضروري هو الاول باش يحاول يسرع لك النسخة. تدوب الغرا ديالو كتجيونا كتبارك الدراري من قبل دير بوست، يعني سكاني اللعيبات صافي اوبتمايز كاين اوكي كاين لتحت. هيدا هي نديرو هاكا، انا غنوركو هي على فري فاير كاين لتحت، غنوركو عليها بحال هاكا ديريكت هما غادي يدخلنا لفري فاير. من دابا غنطلعو الاف بي اس الدراري نشوفو كيفاش هداك الشي غادي يخدم. ها الاف بي اس طلع الدراري، والنسخة كتدخل بكل سلاسة، يعني هداك التعطال مكاينش اصاحبي، تا بلاك سكرين مكاينش اصاحبي، انت واش منيتك. صافا هادشي اللي كنخرجو من هاد النسخة هادي، ونمشيو للنسخة الأخيرة واللي هي محبوبة الجماهير. غارينا سمارت غادي ندخلو لها الدراري بهاد الشكل هذا. كما كتعرفوا الدراري كاين سمارت كلشي كيعرفو كيلعب بها، وهي كتجيني احسن نسخه من ناحيه الام، حاجه اللي هربانه على الدراري الرجوله. ندخل لها بهاكا الدراري هادي، نطلعو الاف بي اس. الاف بي اس طلع او كتدخل صافي، الاف بي اس كيطلع كتدخل سالينا. ما شوف شي ناضي كندا الدراري، نسخ واعرين بزاف كيما قلت لكم الدراري غتلقاهم موجودين في الديسكريبشن. صور خد دابا غنمشيو للبلان ديال الا كان عندك كونت جوجل وبغيتي تدخلو ماشي ماشي سمارت كاك. غنخليكم اللون في الديسكريبشن، غدير لي فاك الدار بحال هكا، يعني ملف عادي ما فيهش بزاف، وكتدخل ليه بهذا الشكل هذا. وغتلقى فيه هنايا السيرفيس ديال جوجل بلاي و بلاي ستور،
ينفو كتدخلهم بهاد الشكل الدراري، يعني هادي هي دغيا كتلوحهم في سمار الكاكا، نخليهم يتكونسطالو معانا الدراري دغيا. مكتوبة بلاي ستور انستالا، كما تشوفوا الخوت ها هو بلاي ستور انستال معنا، و جوجل ديال سيتينز تا هو انستال معنا. الى دابا اوتوماتيكمون تقدر تدخل الكونت ديال جوجل ديالك بلا حتى شي مشاكل، و ما تنساش ديزاكتيفي بعدا فاش تدخلو فاش تدخل الكونت ديالك ديزاكتيفي بلاي ستور باش ما يوقعش لك شي مشاكل. واخا شرحت هذا الشيء هذا في هذا الفيديو هذا، وانا متاكد ان غيجي عندي شي واحد في الكومنتات يقول لي واش هاد النسخ ما فيهمش جوجل، باين هادي حسب واخا تشرح ضروري كيجي شي واحد ما عرفتش كي طن نزول ولا ما فهمتش. سو ديتي كنفهم بابا قد يعني الناس شوف شحال الساعة مشو دابا نمونطيو الفيديو مشو نعسو. سو ديتي شنو كان في هذا الفيديو هذا، نتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تنساوش تعملوا اللايكات ديالكم باش نجيب لكم شي حاجة عاوتاني جديدة، وشحال لنا شي كومنت ديالك لتحت، ونتلاقاو في فيديو جاي.